حياك الله عيوني يا 100,000 البغداد؟ لا ناصرية. أجينا اليوم يعني ابن الناصرية وابن البصرة، ليش يجي البغداد يشتغل هو؟ ماكو عمل. ليش ما توفر له؟ ماكو عمل. ما توفر له عمل محافظات. بلديات دي قار بعد حتى الأرصفة. أها. ونعم. بعد الأرصفة. حتى الأرصفة بعدها. الله أكبر. والله. من ناحية الدوان، ناحية الشطرة، قضاء الناصرية بعد حتى الأرصفة باعوه. بس احنا عندنا عاطلين عن العمل، يفتحوننا عاطلين عن العمل، اسماءنا موجوده ما تنطلق. لا شلون جان اخر يفوتوا الدراج؟ ايه. بس عاطلين عن العمل، طالع اسماءنا، تخابر ابو بغداد رعايه اجتماعيه يقول موجوده، إيه ليش ما تطلقونها؟ يعني الواسطه تطي يطلع لك باحث، اذا تنطي فلوس يطلع لك الباحث. اذا ما انطي فلوس ما يطلع لك. زين، وهاي عايشين احنا كلها بالرشاوه يعني؟ طبعا هو الشعب كله رشاوه. كله رشوه؟ اي احنا نطلب من الحكومه ان يطلقون لنا الرعايه الاجتماعيه، ما نريد من عندهم. يعني كنت ننظم، كنت ننشر شو اسمه، ليش هاي الايام عزلني؟ والله كنت نجوع الله وكيله. يعني ما تقدر تشتري شيء صحيح لعائلتك، يعني انا عندي 13 نفر، ورعايه الاجتماعيه موجود اسمي ما ينطلق لحد الان. تروح لابو الناصري يقول لك روح لبغداد، ابو بغداد يذبك على ابو الناصري، تروح لابو الرعايه الاجتماعيه الباحث يقول لك والله الا فلوس، يعني الا فلوس يلا يطلع البعث مالك، شو تسوي؟ يعني المعامله 50,000 دينار يردون عليه، الا تنطلق. كل معامله 50؟ كل معامله 50,000 وحسب انت على مستوى ذي قار. هذا الرصفه باعوا، هالدنيا كلها باع ماكو. فما يبقى لا شغل ولا ماكو ابد اي عمل ماكو. نريد من الحكومه ما اريد عندهم، نريد تطلقون الرعايه الاجتماعيه، لا اريد راتب ولا جيش. زين نعيش عوايلنا به. الله يسعدك.